قضية إمام عاشور لأنه عفوا لأنه ناس كتيرة بتفتي وطلعت تتكلم وتقول وإمام ومش هيسافر السوبر وحدوتة وقصة. طبعا لا يفتى، ومعانا محامينا الجليل الكبير أستاذ محمد عثمان رئيس اللجنة القانونية والمستشار القانوني للنادي الأهلي. مساء الفل يا معالي المستشار. كبير ومنور بيتك وقناة النادي الأهلي، ومساء الخير على كل مشاهدينك الكرام الأعزاء. مساء الفل على حضرتك. يعني أنا ما بقدرش أو ما بعرفش في القانون قوي، لكنه حضرتك اللي تقول لنا قضية إمام عاشور وصلت إلى فين، خاصة إنه ما قرأناه أنه تم الحجز للحكم يوم 19 أكتوبر. هو مبدئيا كده، وردا على سؤال سيادتك الأول فيما يخص ما يشاع عن المنع من السفر وغيره، لا حقيقة لهذا. وإمام لا يوجد منع قانوني من سفره، فبالتالي الحديث عن المنع من السفر أو غيره ده كلام غير صحيح، وبالتالي إمام إن شاء الله موجود مع الفريق السوبر. تمام. فيما يخص القضية، طبعا أنا يعني لولا معزة سيادتك وتقديرك أنا أي قضية منظورة قدام المحكمة ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك لي يا رب. لكن بالقدر البسيط اللي ما أنا مش هسأل ولا سؤال، هو ده سؤالي الوحيد، وحضرتك كل اللي أنت عايزه وهقول لك متشكرين. يعني طبعا إدارة الأهلي بمناسبة في بداية القضية أنا كلفت طبعا بمتابعتها، وبعد ما تابعتها واطلعت عليها اكتشفت إن إمام عاشور طبعا كان ضحية هذه المسألة، وإنه تعرض لادعاءات ظالمة، وبالتالي كان الوقوف جنبه ودعمه ده واجب. التفاصيل ديت احنا قلناها قدام المحكمة وقدمنا مستندات كتيرة تثبت ده، والمحكمة حجزت القضية إن شاء الله للحكم يوم السبت القادم. فخلينا ان شاء الله ننتظر الحكم ونامل خير باذن الله. واحنا طبعا لان الواقعة كلها مصطنع، احنا رفضنا الخضوع لاي ابتزاز او مبالغ ماليه، لان البعض اوهم هذا الشاب ان هذه القضيه هي سبيله للشهره والمال. وننتظر ان شاء الله السبت وابقى مع سيادتك. طب معلش سؤال تاني، انا اسف والله، انا قلت لحضرتك مش هسال تاني، بس سؤال تاني. كنت قريت انه محامي هذا الشاب يعني، والكل بنكن له كل احترام يعني، كان عايز يعدل التوصيف بتاع الاتهام. هو طبعا من حق اي حد يطلب، لكن المحكمه تستجيب ولا لا؟ المحكمه عشان تستجيب لابد ان يكون هناك ادله. مفيش ادله على هذا الشأن. وعايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. القضيه دي كان ليها جلسه السبت قبل اللي فات. بعد هذه الجلسه تم التطاول على امام وتناوله هو واسرته بما يخدش سمعته وامور ثانيه كثيره، اتخذنا اجراءات قانونيه للتطاول. تم التطاول فين يا فندم؟ قدام الجلسه بعد المحكمه. اوكي. انا بحسب. تمام. الشاب فرد الامن ومحاميه تناولوا امام بما يعني يعتبر خدش سمعه عائلات وسب وقصف، اتخذنا اجراءات جنائيه ضدهم، بالاضافه لاجراء تاديبي في انقاذ المحامين ضد الاثنين. اثبتوا ده يا فندم؟ فيعني اقصد اقول هنقتصر الحق ان شاء الله، وعندنا قضاء عادل ومحترم، وخلينا ننتظر ونشوف. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ والمحامي الكبير استاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي على كل هذه المعلومات. طيب